الفلسطيني مباراة نتمنى من خلالها العودة للمسار الصحيح الذي بدأنا لها التصفيات ومصالحة جماهيرنا بسبب النتيجة الأخيرة مع أوزبكستان، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية ونفرح إن شاء الله. بيض الخسارة أمام أوزبكستان، إن شاء الله نظهر بصورة طيبة إن شاء الله ونفرح الجمهور اليمني إن شاء الله. ندخل المباراة ضد المنتخب الفلسطيني منتخب قوي، وإن شاء الله نحقق 3 نقاط ونرضي الجمهور اليمني، الجماهير اليمنية لمساندتنا في أرضية الملعب، وإن شاء الله نقدم أداء.